صباح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وجوله جديده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، هيكون معانا فيها كل الامور والمستجدات الخاصه بالفريق الاول لكره القدم وايضا الفرق الرياضيه الاخرى، واكيد بدايتنا مع الفريق الاول لكره القدم. النهارده اليوم الثاني على التوالي هيستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون في تمام الساعه 4 مساء، والمران هيبدا في تمام الساعه 5، ده طبعا استعدادا لمباراه شباب لوزداد الجزائري اللي هتقام ان شاء الله يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 6 مساء. هتكون طبعا المباراة على استاد الجيش ببرج العرب، ده ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. ويعني خليني أقول لكم أبرز ملامح المران أمس. الحقيقة أن كان في عودة لعدد من المصابين سواء كانوا على هامش المران أو شاركوا في التدريبات الجماعية. الحقيقة أن الثلاثي اللي عادوا للتدريبات الجماعية مرة أخرى كانوا أنتوني مودست وكريم نيدفيت ومحمد الضاوي كريستو، انتظموا بشكل طبيعي في مران الامس. اما بقى بالنسبه لبقيه الاصابات سواء ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم، الحقيقه ان ياسر ابراهيم خضع لجلسة في الجيم مساء أمس طبعا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة دكتور أحمد جبلة، والحقيقة أنه هو حالته مطمئنة للغاية، ده بعد ما كان اشتكى بكدمة في أعلى الركبة طبعا في مباراة يعني يوم السبت الماضي. وكمان محمد عبد المنعم برضو يعني خضع لتدريبات بدنية جديدة، وكمان يمكن لجلسة في الجيم فيها علاج طبيعي، وده علشان يكون موجود مرة أخرى خلال التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة سواء محمد عبد المنعم أو يعني كمان ياسر إبراهيم. متوقع عليهم أن هم يشاركوا قريبا جدا في التدريبات الجماعية مرة أخرى. خليني أقول لكم أن الفريق الحقيقة هيستمر برضو أو هيستأنف تدريباته بكرة إن شاء الله الأربعاء، وبعد كده بقى هيكون في سفر يوم الخميس في معسكر مغلق. هيدخل الفريق في معسكر مغلق عقب السفر ده طبعا استعدادا للمباراة اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة في تمام الساعة 6 مساء. خلينا بقى نروح لكل الفرق الرياضية الأخرى، وتحديدا يعني أو بدايتنا مع رجال سلة الأهلي. خلاص يعني يوم واحد فقط أو 24 ساعة بتفصلنا عن مباراة الغد إن شاء الله في فاينل دوري المرتبط رجال لرجال كرة السلة. الحقيقة أن يعني خلاص تدريباتهم كانت الفترة اللي فاتت يمكن كانت على قدم وساق، خاصة أن هي أكيد هتكون مباريات هامة جدا سواء بكرة أو كمان يوم الخميس يعني أو عفوا الأربعاء ويوم الجمعة. هتقام المباريات يوم 6 ويوم 8 من ديسمبر الجاري. غدا إن شاء الله مباراة يوم 6 هتكون لفريق المرتبط طبعا أمام نادي سموحة في فاينل دوري المرتبط. يمكن فريق المرتبط هيبدأ المباراة في تمام الساعة 4 مساء، والفريق الأول هتكون مباراته في تمام الساعة 8 مساء. أما بقى بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله أيضا أمام نادي سموحة، فريق المرتبط هتكون مباراته في تمام الساعة 5:30 مساء، والفريق الأول هتكون مباراته في تمام الساعة 8 مساء. وده تم طبعا تعديل موعد مباراة كرة السلة علشان كان في تعارض ما بينها وما بين مباراة النادي الأهلي أمام شباب لوزداد الجزائري، فعلشان كده تم تعديل يعني المباراة أو موعد المباراة من قبل الاتحاد المصري لكرة السلة عشان تقام في تمام الساعة 8 مساء بدلا من الساعة 6 مساء. بنتمنى كل التوفيق طبعا سواء في مباراة الغد أو في مباراة يوم الجمعة، وإن شاء الله بقى تكون بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي دوري المرتبط لرجال كرة السلة. خليني بقى أقول لكم كمان إن يمكن يعني سيدات كرة السلة بيستأنفوا طبعا تدريباتهم بشكل طبيعي جدا استعدادا للفترة المقبلة. هيكون عندهم وجهات هامة أكيد في دوري السوبر وأيضا يعني في كأس مصر. وخليني أقول لكم بقى أن يمكن كل الأخبار اللي معانا النهاردة يا نهاوند ويا كريم، الحقيقة أن كل الفرق الصغيرة محققة يعني الحقيقة نتائج كبيرة جدا في مختلف الرياضات، وتحديدا بقى في كرة السلة. يعني شباب الأهلي 16 سنة حققوا الفوز على الزهور بنتيجة 50-46، ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. وأيضا أنسات سلة الأهلي 20 سنة قدروا أن هم يحققوا الفوز على نادي الشمس أيضا بنتيجة 59-46، ده بيأتي أيضا في ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. نروح بقى للكرة الطايرة، والحقيقة أن الكرة الطايرة يعني عندهم مباراة هامة جدا النهاردة أمام نادي المقاولين العرب. هتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء
على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. ويعني يمكن خلينا ننوه لكل مشاهدي قناه الاهلي ان المباراه هتكون مذاعه يعني حصريا على شاشه قناه النادي الاهلي، فاي حد حابب يتابع هذه المباراه اكيد يقدر ان هو يتابعها. وخلينا اقول لكم ان رجال طايره الاهلي يعني او الماسترز الحقيقه ان هم ماشيين بخطى ثابته في الجوله الاولى من الدوري يعني بدءا من المقاولين، وكمان يمكن خاضوا عدد كبير جدا مباريات سواء امام الترسانة او الشمس او كمان دالفي وحققوا العلامه الكامله طبعا في كل هذه المباريات. ويمكن دي الجوله الثانيه بقى هيبداوا فيها يعني مره اخرى امام المقاولين العرب، زي ما انا قلت هتكون المباراه في تمام الساعه 6 مساء. ايضا الحقيقه يعني خليني اقول لكم ان سيدات طايره الاهلي عفوا او فتيات الذهب قدروا ان هم يحققوا الفوز على نادي الصيد بنتيجه 3-0 في المباراه اللي اقيمت امس على طبعا يعني صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. قدروا ان هم يعني يحسموا الاشواط كلها لصالحهم، سواء الشوط الاول اللي انتهى بنتيجه 25-16 وايضا الشوط الثاني 25-16 والشوط الاخير كان 25-19. طبعا نتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب فيما هو قادم في الجوله الثانيه من بطوله الدوري. ايضا شباب طايره الاهلي 17 سنه فازوا على باتروجيت بنتيجه 3-1 ضمن منافسات بطولة الجمهورية. أخيرا بقى نروح لفريق أو فرق يعني كرة اليد المختلفة. طبعا رجال كرة اليد بيستعدوا للسفر إن شاء الله يعني خلاص بعد غد يوم 7 للإمارات الشقيق طبعا علشان مباراة السوبر المحلي لكرة اليد، يعني مباراة هامة جدا، ديربي هام جدا أمام نادي الزمالك، مباراة بطولة طبعا أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي فيها. المباراة هتقام إن شاء الله يوم السبت المقبل في الإمارات، يعني هتكون أمام نادي الزمالك. والحقيقة يعني ده هيكون يوم 9 من ديسمبر الجاري، هيكون السفر يوم 7 ثم بقى بعد كده المباراة إن شاء الله هيدخل الفريق في معسكر مغلق، والمباراة هتلعب إن شاء الله في يعني تحديدا يوم 9 من ديسمبر الجاري او يوم السبت المقبل. يعني نتمنى كل التوفيق طبعا لرجال يد الاهلي في مهمتهم الصعبه جدا امام نادي الزمالك في بطوله كاس طبعا السوبر المحلي. خليني بقول لكم ان كمان يمكن ناشئات يد الاهلي 2004 حققوا الفوز على نادي هولوليدو بنتيجه 38-8، طبعا فرق سكور كبير جدا ده ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان كان يعني اداء قوي جدا على الرغم من صغر سن الفريق، ولكن الحقيقه قدروا ان هم يعني يحسموا المباراه لصالحهم بهذه النتيجه او السكور الكبير 38-8. نتمنى كل التوفيق لكل الفرق الرياضيه طبعا الاخرى سواء الشباب او الفرق الاولى كمان. واخيرا بقى يعني نختتم اخبارنا النهارده الحقيقه بخبر هام جدا، ويمكن النادي الاهلي دايما جزء لا يتجزا من الدوله المصريه، دايما بنشوف النادي الاهلي ان هو سباق في خدمه كل ما هو يخص الدوله المصريه طبعا. وعلشان خلاص اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية قرر النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ان هو يوفر خدمة يعني لا او خدمة حصرية اكيد لأعضاء النادي الأهلي، ان اي عضو من اعضاء النادي الأهلي حابب ان هو يعرف لجنته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية يقدر ان هو يتوجه للمكان المخصص او البوث المخصص ل يعني معرفة اللجنة الانتخابية، وده متوفر في الاربع فروع طبعا سواء النادي الأهلي او المقر الرئيسي بالجزيرة او مدينة نصر او الشيخ زايد او التجمع الخامس موجودين الحقيقه خلال هذه الفترات، هيكونوا منذ يعني بدء اليوم في النادي وحتى نهايه كمان اليوم في النادي هيكونوا شغالين على مدار الساعات وبيخدموا كل اعضاء النادي الاهلي يعني بكل الاعداد اللي موجوده داخل الفروع المختلفه والمقر الرئيسي بالجزيره. فاي حد بقى حابب ان هو يعني يتوجه لكل هذه الخدمات علشان يعرف لجنته الانتخابيه، واكيد ده هيسهل طبعا على كل اعضاء النادي الاهلي ان هم يعرفوا بسهولة شديدة جدا، ودي خدمة مميزة بيقدمها مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء النادي الأهلي. طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. طيب يا مريم انا هرجع للنقطه الاخيره برضو عشان نوضحها اكتر للساده المتابعين، هو يقدر اي عضو يتوجه للبوث اللي هيكون موجود في اي فرع ومن بالبطاقه يقدر ان هو يتعرف على اللجنه الخاصه بيه طبعا بالاسم وبالعنوان، صح كده؟
مظبوط كده طبعا، بيقدم الكارنيه ويعني بطاقة الرقم القومي وبيتعرف على لجنته الانتخابية بكل سهولة. والحقيقة يعني هون يعني العملية لا تستغرق دقائق، ويعني ماشية بأكيد دور وأكيد أرقام معينة ومحددة. والحقيقة إن في يعني مجلس إدارة النادي الأهلي أنا هوند قدر إن هو يوفر كمان عدد كبير من العاملين علشان يكون في سهولة في أداء هذه المهمة. والحقيقة إن دي خدمة مخصصة لأعضاء النادي الأهلي عشان يكون في سهولة كمان إن هم يعرفوا لجنتهم قبل بدء الانتخابات طبعا الرئاسية خلال الأيام القليلة المقبلة. طيب ده هيبدأ تحديدا يا مريم عشان برضو نأكد على الناس، ده هيبدأ أو هتبدأ الخدمة دي إمتى تحديدا؟ يعني النهارده ان شاء الله المفروض ان هي هتبدا، او النهارده يعني هيكون في يعني بدايه، ولكن بشكل رئيسي هتكون الخدمه دي ان شاء الله من بكره. هي رائع جدا، وده خبر جميل جدا، واعتقد فعلا خدمه تسهل بشكل كبير للاعضاء معرفه طبعا اللجان بتاعتهم، والعمليه تكون كمان بتتم بشكل سريع، هي دي النقطه كلها. شكرا جدا على التغطيه المميزه كالعاده زميلتنا العزيزه مريم سميح.